من أول ما ابتدت ثورة 25 يناير في وسط الميدان، وكان الثوار اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير بيطالبوا بحاجة اسمها قانون الغدر. مر 10 أشهر لحد دلوقتي بعد ثورة 25 يناير، ولحد دلوقتي قانون الغدر عمال يروح ويجي. قانون الغدر حضراتكم ده اللي هو الشخص اللي تسبب في انه يبقى في فساد سياسي جوه البلد، وبناء عليه الحكومة قدمت اقتراحات، بعض المسؤولين قدموا اقتراحات، ولكن في حاجة اسمها حكومة الظل. كتير مننا ما يعرفش يعني حكومة ظل، وفي بعض عارف يعني حكومة ظل. هنعرف في الفقرة دي ما هي حكومة الظل، وحكومة الظل قدمت للمجلس العسكري اقتراح في قانون الغدر أو تعديل قانون الغدر. معايا في الفقرة الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة الظل، والدكتور ممتاز الخولي الأمين العام لحكومة الظل. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا. بداية بقى، زي ما قلنا كده وزي ما أشرف قال في المقدمة، ناس كتير جدا ما تعرفش ايه هي حكومه الظل، وطبيعي جدا ان احنا بنتعامل مع المشاهدين كانه الناس لسه ما تعرفش واول مره تسمع ايه هي حكومه الظل. فيا ريت بصفتك رئيس حكومه الظل تعرفنا ايه هي حكومه الظل بتعبيرات بسيطه علشان الانسان البسيط يفهمها في البيت. هي في البدايه حكومه الظل هي حكومه الظل الممثله لشباب الثوره، او حكومه الظل الشبابيه. هي حكومه تم تشكيلها من ميدان التحرير قبل تنحي مبارك، تم الإعلان الرسمي عنها في نقابة الصحفيين في شهر أبريل اللي فات في مؤتمر جماهيري. الحكومة حتى من مفهوم كلمة الظل أو ظل الشيء، إحنا بنمشي في ظل الحكومة الرسمية، بنراقبها زي ظلها، ونعالج الأخطاء بتاعتها. لو في خطأ ارتكبته بنواجهها بالخطأ ده، لو ما استجابتش بنقدم بلاغات للنائب العام أو بنطلب بإقالة الوزير نفسه أو إقالة الحكومة بكلها لو فشلت في تحقيق الأهداف اللي احنا اللي الشعب بيطمح ليها أو أهداف الثورة خاصة. يعني طبعا قبل 25 يناير ما كانش في حاجة اسمها حكومة ظل. لا، كان في يعني بعض، في حزب الوفد كان عامل حكومه لكن ما كانتش فعاله. حكومه ظل. طب ومين اللي بيعمل حكومه ظل؟ يعني ما اعتذر، يعني الحكومه احنا فاهمين ان هي بتشكل، احنا شكلت من المجلس العسكري حكومه انتقاليه، بعد كده البرلمان هو اللي هيشكل الحكومه. انتوا مين اللي بيشكل الحكومه؟ وهل هي ليها انتخابات؟ حكومه الظل يعني بتعملوا ايه، او كيف يتم ترشيح كوادرها؟ يعني انا برضو مش فاهم دي قوي. انا عاوز بس اقول الحكومه احنا كنا بنفتقد لمفهوم الاداره الشعبيه، فالحكومة اللي احنا عاملينها دي تمثل الإدارة الشعبية أو المشاركة الشعبية. احنا عاملين حكومة موازية للحكومة الموجودة، كل وزير ليه وزير مناظر. طب يعتبر حكومة مناظرة في اختياركم يعني الكفاءات اللي يكون الوزير ده تكنوقراط مكافئ وعنده الآليات وعنده المهارات اللي يقدر فيها فعلا يحقق المشاريع أو يحقق أهدافه في الوزارة المناظر ليها. في رئيس وزراء، في وزراء، في 27 وزير موجودين عندنا او 30 وزير لحد الان. كل واحد معاه مجموعه تعامل، فريق عمل متكامل بيقوم بالمراقبه، بالتطوير، بالتصحيح، بكشف ملفات الفساد داخل كل وزاره منظره. عندي سؤال صغير بس، الناس دي بتاخد مرتبات؟ لا، تطوعي. كل الجهد تطوعي. كل واحد بيسهم بالجهد اللي يستطيعه يعني. طب يعني انا في سؤال بس، هو احنا على فكره حلقه كامله اتعملت هنا عن حكومه الظل والتعريف. لا انا بس عايزين القانون العزل بس اهم حاجه من ضيق. بما ان حضرتك الرئيس يعني كيف، ما هو معيار اختيار الرئيس؟ حضرتك قلت مكافئه، فانا عايز افهم برضو حضرتك مكافئ من ناحيه ايه؟ حضرتك معاك دكتوراه في ايه؟ او يعني برضو فهمني اللي هو كيف يتم الاختيار بمثال حتى. هو يعني معيار التكنوقراط او الكفاءه المهنيه بالاضافه لان هو يكون ثوري، شخص ثوري من شاركوا في الثوره او دعوا ليها، دي المعايير الاساسيه. في عندنا مجلس امناء من الاعضاء كلهم بينتخبوا الوزير وبيختاروا بينتخبوا رئيس الوزراء اللي هو انا، وبيختاروا الوزراء المسؤولين. مجلس الامناء ده مجلس من الشباب، من الشباب. ائتلافات كتير وحركات واحزاب وحاجات كتير. ننتقل بقى للموضوع الاساسي وهو القانون الغدر. نعم، حضراتكم اقترحتوا التعديل على القانون وقدمتوه للمجلس العسكري. خلينا نقول الأول، مين اللي هيطبق عليه قانون الغدر؟ مين اللي غدر سياسيا بالبلد؟ هو احنا قصدنا مش الغدر بقى، احنا قلنا العزل السياسي أو الإفساد السياسي. نعم، كل من عمل حدث أو أفسد في الحياة السياسية للدولة، سواء كان في السلطة قبل كده أو لم يكن في السلطة،
بهدف تحقيق مصالح شخصية. كل دول يطبق عليهم، هم دول أفسدوا الحياة السياسية، يستحقوا تطبيق قانون العزل عليهم. مين هم بقى؟ في مسودة القانون احنا قدمناها للمجلس العسكري كل أعضاء الحزب الوطني المنحل من أول الأمانة العامة لغاية آخر عضو في الحزب الوطني، المشايخ. أنا عندي استفسار بسيط. احنا أكملهم وبعد كده صيغة أصلا أنا كده فاهم أنه أنا عايز بس أفهم هل هي صيغة لتعديل قانون العزل ولا مشروع قانون للعزل السياسي؟ لأنه هو حاجة نسميها تعديل، مسودة تعديل لقانون الغدر اللي قبل كده، بس سميناها للعزل السياسي. يعني حتى غيرنا في المصطلح نفسه بتاع القانون. إن هو كان القانون ده بتاريخ سنة 1952 اللي احنا عاملينه دلوقتي 2011 تعديل ليه، يعني يطبق على كل أعضاء الحزب الوطني، يطبق على أمانة كل حزب تواطأ مع الحزب الوطني في إفساد الحياة السياسية. كل أحزاب الكرتونية اللي كانت موجودة قبل كده واللي الوثائق تثبت، يعني الناس اللي نجحت بالتزوير من هذه الأحزاب لتجميل صورة الحزب الوطني في الانتخابات السابقة بسهولة يمكن الحصول عليهم. كل من تولى ممكن قبل ما نعدي النقطة دي، معروف أن النظام السابق كان بيوزع التورته كده قبل الانتخابات. نعم. فده كان بيسري على الجميع، يعني كان بيسري على كل الاحزاب المصريه قبل الثوره. احنا دلوقتي هنقول ليه مبررات تطبيق هذا القانون على هؤلاء. اتفضل. هنقولها كلها بالتفصيل. هضيف بس للي هيطبق عليهم قانون العزل السياسي، كل من تولى عمل مدني من مدير عام الى رئيس وزراء خلال فتره حكم المخلوع وافسد في عمله يطبق عليهم العزل السياسي. وافسد في عمله. كل شرطي واحد من الداخلية أو كل عسكري واحد من الجيش تولى عمل مدني خلال فترة حكم المخلوع، دول الأربع عناصر الأساسية اللي هيطبق عليهم قانون العزل السياسي اللي احنا مقدمينه للمجلس العسكري. في النقطة دي بالذات الفارق مع القانون اللي قدمته حكومة دكتور عصام شرف، أن حكومة دكتور عصام شرف طالبت فقط بالتطبيق على أعضاء الأمانة العامة فقط للحزب الوطني وعددهم لا يتجاوز 100 فرد. فبالتالي قانون ملوش أي لازمة اللي هم قدموه. اللي احنا بنقدمه بالصيغه دي ده بيمثل مطلب اساسي من مطالب الثوره، وهو اسقاط النظام. يعني العقوبه بقى دكتور ممتاز اتكلم عنها بالتفصيل. دكتور ممتاز بعد اذنك، شكل العقوبه دلوقتي انت حضراتكم بتقولوا انه كل الحزب الوطني من الصغير للكبير. طيب احنا دلوقتي يا جماعه داخلين على انتخابات اللي هي البرلمانيه وانتخابات مجلس الشعب، هل هنلحق نطبق القانون ده؟ ما هي هو ده اللي عاوز اتكلم فيه بقى، يعني هي النقطه الفارقه. انا عايز اضيف كلمه على اشرف، خصوصا انه ما فيش امن. يعني احنا من منشطاتنا النهارده عندنا في قتلى وفي مصابين في احداث الصعيد وبلطيم وسوق الثلاثاء، يعني الدنيا اصلا مش ثابته ان احنا نعمل حاجه. احنا محتاجين ان احنا نطبق الامن الاول وبعد كده نعمل حاجه. احنا ما نخطئش الخطا وبعدين نيجي بعد كده نقول، يعني انا اخطا الخطا واجي بعد كده تقول لي ادفع انت الثمن. بمعنى ان دلوقتي ايه المشكله اللي احنا كنا نقتفي اثر سوريا في تونس واللي حصل فيها تونس. الامور كانت فيها واضحه، قانون العزل نزل قبلها فتره كبيره جدا، الانتخابات خدت الوضع الطبيعي. اللي حصل في مصر ده غير طبيعي. لنا انادي بتطبيق قانون تطبيق العزل السياسي 10 شهور ولم يطبق حتى الآن. الرموز والأسماء تم إعلانها من أيام وهتعلن بشكل رسمي في الصحف الرسمية السبت أو الحد القادم، ولم يطبق قانون العزل حتى الآن. يعني هذا الكلام يطعن أصلا في مصداقية من هو قائم على مقاليد الأمور. ليه تأخر ده كله؟ أنت بتعمل كده عشان تفرض علي القانون وأسلم؟ وهو اللي هو يجي من السبت أو الحد يقول لي قانون العزل هو، طبعا هنقشه. أنت الناس كلها مشغولة بالانتخابات. وبعدين الشعب المصري مش كل أفراد الشعب قادرة على الوصول. يعني في ناس تقولك والله الشعب قادرة على التمييز ما بين الفلول. لا طبعا، مش كل البيانات موجودة عند الناس اللي تقول ده كان حزب وطني أو ده أفسد أو ده ما أفسدش. احنا نزلنا، يعني خدنا مجهود كبير جدا عشان نجيب أسماء وموجودة في جريدة معنا هنا صفحتين كاملين فيهم أسماء الفلول حزب وطني على مستوى الجمهورية كلها. عشان نجيب الموضوع ده يعني خدنا مجهود كبير جدا، ما قدرناش نحصل عليه بسهوله. ومع ذلك الصفحتين دول لو وريتهم لك يا ريت، يعني لو كان ممكن نجيبها ممكن نعرضها دلوقتي حالا. ما شملتش كل الناس. نعم. يعني يا ريت خلينا يفتح البريد تخلينا نعرضها الدكتور علي كده. فاللي عاوز اقوله اللي التاخير ده يطعن في مصداقيه القائمين على الامور. ليه ما لان انا دلوقتي من الامانه مع الشعب اللي انا ابين اللي اقوله ده خاين. نعم. ده أفسد في الحياة السياسية. هو السؤال ليه؟ يا دينا ليه؟
تمام. يعني هو السؤال ليه ما بيصدرش قانون العزل السياسي، وليه ممكن نقول تم تجاهل اصداره حتى الان، مع انه اتقال انه بيتناقش وان احنا هنعمله وان احنا هنسويه وي 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 وخلاص. الانتخابات ما فاضلش قدامنا غير يعني كام اسبوع، لا خلاص اسبوعين، 15 يوم 28. بس ليه لازم نقول ليه الاول ليه؟ ما هو ده السؤال اللي يعني طيب. السر اللي الناس كلها قاعده في البيت ده، طب هو ليه يا جماعه ما بيعملوش؟ عناصر اساسيه سريعه علشان الوقت. اولا كل اعضاء الحزب الوطني كان ولاهم الحزب فاسد ومجرم، زور إرادة الدولة وأفسد في حياة المصريين. الإنسان يحاسب على ولائه السياسي. كان هؤلاء لو كانوا يمتلكون ضمير حي أو عندهم حس وطني يؤمن بدورهم في هذا الوطن كانوا تركوا هذا الحزب ده على الأقل أو قوموه، وبالتالي هم شركاء في كل هذه الجرائم، لا تشارك في جرائم، يتحملون مسؤولية فساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية. تدهور مصر هم يتحملون مسؤوليته بسبب ولائهم السياسي لهذا الحزب المجرم. النقطة الثانية إنه هذا الحزب كل هؤلاء الأعضاء كانوا يستفيدوا من عضويتهم في الحزب، وكانت لهم سلطة استثنائية. نعم. ما يروحوا يتعاملوا مع المصالح الحكومية أو يتعاملوا مع جهاز الأمن. استفادوا ماديا، وهتكلم عنها دلوقتي ليه قبل الانتخابات، لان الاستفاده الماديه بتاعتهم دلوقتي بتسهل لهم الانتخابات في منافستهم لشباب الثوره. في نقطه خطيره جدا، ان اعضاء الحزب الوطني من اول حسني مبارك حتى اخر عضو تم برمجتهم عقليا وفقا للنموذج الامريكي، ان يتم ولائهم لامريكا واسرائيل. لا يوجد حزب في العالم ينص في مبادئه على ان العلاقه مع اسرائيل علاقه استراتيجيه. الحزب الوطني عملها، ولذلك هم أجرموا في حق الوطن. وهم دلوقتي أعضاء الحزب الوطني المنتشرين في كتير من الأحزاب عايزين اتفاقية كامب ديفيد زي ما هي ما تتعدلش، تفضل مصر فاقدة للسيطرة على سيناء. ما زالوا حتى الآن بنفس العقلية اللي أمريكا عايزاها. نعم. الأمريكا اللي قالت لما مبارك يقع يبقى لازم عندي قاعدة تؤمن بنفس الفكر. أنا كان سؤالي بس لماذا لا يطبق؟ يعني احنا عمالين نتكلم بقالنا 9-10 شهور ولغايه دلوقتي كلامنا اهو كلام، لكن تطبيق في القصه دي بالذات اللي هي مهمه جدا في الانتخابات ما حدش بيرد عليه. اعتقد انه الهدف من ذلك ان يكون المجلس القادم مجلس ضعيف يمكن السيطره عليه من المجلس العسكري. والدليل على ذلك ان وثيقه علي السلمي اللي كان هو اولى، بدل ما يناقشوا الوثيقه اللي هتفرق الصف الوطني كانوا يناقشوا قانون العزل السياسي وطلبوا بتفعيله بجديه. لكن القانون الوثيقه اللي هم عملوها فيها مادتين، المجلس العسكري عاوز يفرض السلطه على الدستور وعلى مجلس الشعب اللي جاي وعلى الرئيس اللي جاي، فبالتالي لو الوثيقه ما فرضتش يبقى انا عندي مجلس شعب ضعيف اقدر اسيطر عليه يطلع الدستور اللي انا عايزه اللي يحقق لي مصالحي انا واللي ما يراقبنيش انا كمؤسسه عسكريه واللي ما يكونش ليه سلطه عليا بعد كده او يختارني كممثل او قائد للسلطه العسكريه. المجلس العسكري مطالب في الحقيقه بان هو يضع برنامج زمني لنقل السلطه خلال شهر مايو القادم. على فكره احنا مرشحين في الانتخابات وهننسحب، تمام، هننسحب من الانتخابات بسبب عدم بسبب الضبابيه اللي موجوده في هذا. مفيش جدول زمني، هدخل انتخابات على ايه؟ بس حضرتك هتخش يعني هتنسحب؟ هننسحب بكره، انا رايح بكره اقدم طلب انسحاب. يعني الانسحاب مش حل، لو كل الناس انسحبت هيبقى طيب. علي واضح دكتور علي، المقابل ايه؟ اللي انت تخش مجلس الشعب مسحوبه كله السلطات كلها منه. انت هتخش هتكون ممثل الشعب ما معكش اي سلطه. دكتور هخش انا ممثل الشعب في مجلس الشعب اجل الشورى، ايه سلطات ايه؟ اتفضل. مجلس تاسيسي مش هشارك، هحط 20 فرد فقط على كلام دكتور السلمي. يعني طب فين السلطات اللي انت بتعيني نائب في مجلس الشعب وتسحب مني جميع السلطات اللي موجوده؟ يبقى انا لا امثل الشعب. ايه هي العقوبات حضرتك اللي كنتوا طالبتوا بيها بعد اذنك؟ احنا يعني بنرى مش الموضوع العقوبات مقصور بس على عدم الترشح او عدم خوض الانتخابات فقط، لا، ده هو يتعدى الكلام ده لعدم المشاركه في الحياه العامه. يعني قيادة الشركات، المناصب القيادية أصلا في أي شركة، ما ينفعش يبقى كان عضو في مجلس سياسات أو في حزب وطني وألاقيه رئيس مجلس إدارة. ما ينفعش أو ألاقيه مثلا مدير عام أو في 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 في, في, في يعني وظيفة قيادية في هيئة أو مجلس إدارة أو مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو رئيس نادي. يعني كل اللي كان بيحصل للناس دي كلها بتبص لها، يعني يا إما رئيس نادي عضو في مجلس إدارة شركة دكتور رئيس شركة.